أذكر مرة من المرات، هذا موقف لا أنساه أبدا، هذا موقف يعني زرع في 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 ذاكرتي ولا أنساه، وتعلمت منه كثيرا. هذا الكلام تقريبا في قبل 20 سنة، كنت أقرأ على شيخنا الشيخ محمد الشيخ سعد سنبل حفظه الله ووفقه، وهو شيخ كبير ومن علماء القرآن، و معه يعني القراءات العشر حفظه الله ووفقه الله سبحانه وتعالى في كل ما يقدم ويبدو. كنت أقرأ عليه قرآن في الحلقة، حلقة الشيخ كانت بعد صلاة العشاء، وبعد صلاة يعني العشاء قدر الله في ذلك اليوم أن أكون أنا آخر طالب أقرأ على الشيخ. وأنا أقرأ عليه دخل شاب مع الباب، والله يا إخوة أن ذلك الشاب حينما دخل أن على وجهه علامات التعب والضنك والضيق والبعد عن الله. فجاء عند الشيخ وقال يا شيخ، حتى ما يعرف اسم الشيخ سعد، قال يا شيخ أنا أريدك أن تقرأ علي قرآن، أنا تعبان أريدك أن تقرأ علي قرآن. الشيخ سبحان الله رزقه الله فراسة، وهذا شاهدناه ولاحظناه في كثير من المواقف. فالشيخ نظر إلى وجهه وقال ما عندي مانع، أنا سأقرأ عليك القرآن، لكن عندي هذا الطالب يقرأ علي الآن وأنا مشغول به، اذهب إلى مقدمة المسجد صل ركعتين، رح توضأ ثم صل ركعتين وافتح المصحف واقرأ قرآن. وبالفعل هذا الذي حصل، أن هذا الشاب ذهب إلى مقدمة المسجد وبدأ يقرأ قرآن، صلى ركعتين ثم بدأ يقرأ قرآن. الشيخ قصدا وأنا أقرأ عليه قال استمر استمر، وأمضينا أكثر من نصف ساعة وأنا أقرأ على الشيخ. بعد مرور أكثر من نصف ساعة تقريبا الشيخ قال خلاص قف حسبك، ثم ناداه. فجاء هذا الشاب من مقدمة المسجد وأنا أنظر إليه، والله أن الوجه الذي جاء به بعدما ذهب وقرأ القرآن يختلف عن الوجه الذي دخل به عندما كنت أقرأ للشيخ. كان وجهه مطمئنا مرتاحا عندما جاء، وعليه علامات الراحة والاطمئنان وانشراح الصدر. ثم جاء إلى الشيخ فقال له الشيخ اجلس أقرأ عليك. فقال هذا الشاب جزاك الله خير يا شيخ، أنا لا أحتاج إلى القراءة الآن. قال الشيخ ليش؟ أنت قبل شوي تقول تعال يا شيخ اقرأ علي قرآن، الآن ما الذي حصل؟ قال أنا يا شيخ لا أعلم، عندما ذهبت إلى مقدمة المسجد وصليت ركعتين وفتحت المصحف لا أعلم ما الذي حصل لي، ارتاحت نفسي وانشرح خاطري، وأنا لا أرى أني الآن محتاج إلى قراءة. فقال له الشيخ، وهذا هو بيت القصيد من هذه القصة، فقال له الشيخ يا ابني، أنت عندما دخلت إلينا في المسجد ورأيت وجهك علمت بأن روحك جائعة، ولذلك قلت لك اذهب إلى مقدمة المسجد وصلي ركعتين واقرأ القرآن، لأني أعلم أنها لن ترتاح هذه الروح ولن تطمئن إلا إذا أكلت. وبالفعل هذا الذي صار. يا ابني أنت مكون من جسد وروح، جسدك خلق من الأرض فغذاؤه من الأرض، وروحك خلقت في السماء فغذاؤها من السماء، لن تعيش حياة مستقرة هانئة متوازنة إلا إذا عشت بهذه الصورة، أن توازن بين الروح وبين الجسد. وكذلك الذين بالغوا في جانب الروح وتركوا الجسد أيضا هذا مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون إنسان متوازن بين روحه وبين جسده.